بكم مستمعنا والصيف يجمعنا على أثير ميدي أن. شكرا لوفائكم وأيضا لكرم متابعتكم لنا. ميدي أن خديجة صيف يجمعنا. إذا فقرتنا الأولى مستمعنا سنفتتحها بسفر في الذاكرة سيوقعه لنا من القاهرة الأستاذ حسام حافظ صانع محتوى خاض السفر والرحلات عبر العالم في مدة طويلة. سافر لتسع وأربعين بلد ومازال يستمر في رحلته وفي محاولة لتغطية معظم بلاد العالم قبل سن الستين بطبيعة الحال. فنرحب معنا بالأستاذ حسام ضيف سفر عبر الذاكرة عبر إذاعة ميديا. صباح النور أستاذ حسام. صباح الخير، زي حضرتك يا ست الكل. الحمد لله، وانت أخبارك إيه؟ الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، شكرا على تلبية الدعوة. أنا اللي بتشكر حضرتك في المقام الأول، ويعني ده شرف ليا في الأول والأخير أني أكون مع حضرتك في البرنامج الجميل ده، ودعوة لا ترد، وبالأخص أن اللي بيسمعنا الشعب المغرب العظيم، الشعب الجميل المضياف صاحب الفضل. مرحبا، نورتني أستاذ حسام. يعني أنت صانع محتوى عن السفر، عن الترحال، عن ثقافات البلدان من خلال اليوتيوب. سافرت لي 49 بلد، يعني أكيد السفر ليس بغرض المهنة أو بغرض العمل، ولكن بغرض الاستكشاف. أنت من هواياتك السفر، حدثنا عن هذه الهواية. بسم الله الرحمن الرحيم. في الأول أنا يعني عايز أقول لحضرتك أن أنا بالنسبة لي السفر ده يعتبر أسلوب حياة. السفر بالنسبة لي مش مجرد سفر كهواية أو استكشاف بس، أنا السفر بالنسبة لي نمط حياة. أنا يعني في المقام الأول جنب الجانب العملي في حياتي بعتبر السفر حاجة مهمة وأساسية للإنسان. نعم. لو قلنا باللغة العربية يعني أولا أنا أسف أن أنا بتكلم مع مصري عامي، يعني لا لا عادي عادي تفضل. لا 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 عادي، الكل يفهم. لا 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 عادي تفضل. سفر الشيء عامة يا ست خديجة معناه توضيح أو استبيان أو كشف. فكلمة سفر جاية من استكشاف أو استبيان. يعني لما الإنسان بيسافر بيبقى بطبيعة الحال عشان يستكشف. نعم. كل ما هو جديد، كل ما هو غريب، كل ما هو غير متوقع. نعم. كل ما هو غير موجود في حياته النمطية أو العملية. صح. أو الروتينية. حتى باللغة العربية يعني سفر وجه المرأة، يعني كشف المرأة لوجهها. تمام. سفرت الشمس، يعني طلعت أشراقت نورت الدنيا. فالسفر ككلمة في حد ذاتها هو توضيح لحاجات غريبة عننا. فهو مش مجرد سفر لسياحة أو استكشاف بس، هو استكشاف وظهور لحياة ونمط غير طبيعي. يعني الإنسان بيخرج من حياته الطبيعية لحياته الغير طبيعية. أكيد. عشان يشوف جديد. أستاذ حسام، عفوا على المقطعة، والبلد الذي تعود بذاكرتك من خلاله، بالتالي تتخيل نفسك تمشي في نفس الأماكن، تمر بنفس التحديات، تتخيل نفسك تخاطب بعضا من أفراد حكاياتك في ذاك البلد. أي بلد ممكن تنطبق عليه هذه المواصفات؟ الحقيقة ست خديجة أنا يعني من كتر البلاد اللي سافرتها في بلاد كتيرة يعني راسخة عندي في الذاكرة، وأحداث كتيرة وذكريات حلوة. يعني ما أقدرش أقول بلد في حد ذاتها، إنما في بلاد معينة كده ما بتقدرش لما بتزوريها أو تشوفيها إنها تخرج من ذاكرتي، تفضل موجودة لغاية لما حتى تذكريها في حديثك، تذكريها في رواياتك مع أصدقائك، مع أولادك، مع عائلتك، بتفضل محفورة في الذكريات. فلو نقدر نتكلم عن مثلا أكتر دولة أوروبية أنا حبيتها لما زرتها وخدت منها ذكريات جميلة كانت أيسلندا. أيسلندا بلد بكر، الطبيعة فيها كانت خلابة لدرجة غير متوقعة. نعم. شفت فيها حاجات ما كنتش متوقعها.
لو كلمنا عن بلد عربي هقول ان المغرب الحقيقة، مش عشان والله دي إذاعة مغربية ولا عشان حضرتك او البرنامج، بس الحقيقة ان المغرب ترك عندي اثر كبير جدا من اول يوم دخلته، على عكس المتوقع كمان. بداية بمعاملة الشعب المغربي ليا، سواء على السوشيال ميديا او التفاعل على السوشيال ميديا يعني بمعنى اصح، او تعاملهم معايا في امور الحياه بقى كلها، في الشارع، في المحلات، في اي مدينه اعجبتك؟ اي انا تتبعت بعض بعض الفيديوهات، وربما طنجه على ما اعتقد، لان اذاعه متواجده في طنجه. يعني على فكره احنا في طنجه، ميديان في طنجه، وعلى ما اعتقد انك لك ذكريات بمدينه طنجه. والله انا يعني هكذب على حضرتك لو قلت لك ان ما في مدينه مميزه عن الثانيه. يعني انتوا عندكم لقب مملكه الالف مملكه، ده مش جاي من فراغ الحقيقه. والله كل ركن وزاويه ومدينه وحي وقريه في المغرب ليه طابع وشكل ولون، حتى لغه مختلفه. نعم. فما حسيتش باي ملل ولا زهق ولا خالص، يعني كل حته ليها طعم ولون. أنا بس فعلا زي ما حاجة بتقولي، طنجة حسيت فيها بجمال كده طبيعي في البلد، وروح مختلفة شوية. ولو أن زيارتي لطنجة ما كانتش طويلة، بس يعني زي مثلا مقارنة بورزازات أو مراكش، بس أنا ارتحت فيها أكتر مدينة. إنما والله صدقا يعني كل مدن المغرب اللي أنا زرتها إلى وقتنا هذا كلها ليها طعم مختلف ولون مختلف وكلها جميلة ما شاء الله. ذكريات السفر أستاذ حسام حافظ، أفضل تذكار نملكه، ما هو التذكار الأبقى والأرسخ في حياتك بعد هذه السفريات الكثيرة؟ والله يا ست خديجة، أنا يعني أنا بالنسبة لي موضوع السفر ده حقق لي حاجات كتير ما كانتش ممكن تتحقق لو ما كنتش بسافر. نعم. يعني تقدري تقولي حضرتك السفر قوة شخصية عندي في حاجات كتير جدا، اداني شجاعة، اداني روح مغامرة. انا بطبيعتي راجل مغامر وجريء، انما لما بسافر وبروح اماكن بشوف حتت جديدة او مختلفة، اكتسبت خبرات وجرأة، ويعني اكتر بكتير قوي. طبعا عندي ذكريات في أماكن كتير جدا وبلاد كتير، إنما أنا أكتر بلد زي ما قلت الحقيقة أنا استمتعت فيها كانت أيسلندا، ومن بعدها المغرب، نتيجة أن أنا حتى أقمت في المغرب أو زرت المغرب أكتر من مرة. برضو من البلاد اللي هي فيها ذكريات حلوة كمان تايلاند، يعني تايلاند بحكم أن أنا قعدت فيها فترات طويلة، فلمست فيها حب الشعب للنظام. نعم. وشعب متحضر، راقي، مؤدب، خلوق، تحسي فيها ان حضرتك يعني ما تحسيش فيها بعدم الامان تايلاند، او ما تحسيش فيها غريبه شويه. وليا ذكريات في اماكن تانية كتيره برضو حلوه. بصراحه السفر او يعني من كتر ما حضرتك تسافري او تزوري اماكن او بلاد، كل مكان بيبقى ليه ذكريات سواء السلبيه او الايجابيه. نعم. سيد حسام، لو استعرضنا معك صور رحلات مع الزملاء، مع الأصدقاء، مع العيلة، أي سفر ربما هو الأكثر متعة، فيه المتعة، فيه استمتاع؟ طيب حقيقة أنا الحمد لله جربت جميع أنواع السفر يعني اللي ممكن إنسان طبيعي عادي يمر بيها. جربت السفر لمهام رسمية، جربت السفر فردي، جربت السفر مع العيلة، جربت السفر مع الأصدقاء مقربين أو غير مقربين حتى ما أعرفهمش، جربت السفر للعلم كمان أيام ما كنت في بخدم في القوات المسلحة في بلدي، جربت السفر الاستكشافي، وجربت السفر المغامرة، وجربت السفر السريع والسفر طويل. أكتر حاجة عجبتني أو شدتني في سفري هو سفر المغامرة، اللي هو أني أسافر بلد أروح فيها أماكن غير تقليدية، غير معروفة، محدش كتير راحة أو غير نمطية بمعنى أصح، وأستكشفها بنفسي وأوصل ده لأكبر كم من الناس عشان يعني على الأقل يتفرجوا على حاجة جديدة. نعم. أو يشوفوا حاجة جديدة عن طريقي، بأسلوبي، طريقتي، بالعادة الكاميرا بتاعتي، بشكل ما يدي انطباع حلو عن سواء المكان أو السفر كمعنى سفر يعني. تمام.
فأكثر سفر بالنسبة لي مميز أنا أسف هو السفر المغامرة والاستكشاف. ممتاز أستاذ حسام، يعني ذكريات السفر تساعدنا بأن نبقي بعض الأماكن حية في الذاكرة، بعض الأشخاص أيضا يطلون علينا بين اللحظة والأخرى، نتذكر هؤلاء الأشخاص. أي سفر أو بالأحرى أي بلد فيه هذه أو تنطبق عليه هذه المواصفات، يعني أشخاص لازلت تتذكرهم رغم بعد السنين أو رغم يعني سنوات الطويلة اللي زرت فيها هذا البلد؟ أقدر أقول لحضرتك والله إن يعني برضو هي مش بلد واحدة أو مكان واحد، إنما في بلد زي غواتيمالا مثلا في أمريكا اللاتينية أنا اتأثرت بيها، هي وكمبوديا في آسيا، من كتر طيبة وسماحة شعبهم، وبالأخص غواتيمالا أنا برضو ما كنتش متوقع كده، لأن دايما بنسمع أن دول أمريكا اللاتينية صعبة شوية وفيها عصابات، فيها نوع من أنواع عدم الأمان وكده. لما رحت غواتيمالا أنا لمست شعب طيب بسيط جدا، متسامح جدا، خدوم وجدع، يعني عندهم جدعانة انه يساعدك ويوجهك بدون مقابل، بالاضافه ان عندهم يعني نوع من الابتسامه الغريبه. يعني الناس تخش القلب كده بكل بساطه. وارجع تاني واقول لحضرتك والله مش عشان انا بكلم برنامج في اذاعه مغربيه او اللي بيسمعني الشعب المغربي، لا، الانسان المغربي، الشعب المغربي شعب انا بالنسبه لي من افضل شعوب العالم حقيقه والله. إيه الخصوصيات يعني؟ خصوصياته مميزاته بماذا يتميز؟ لأن ما دام أنك فضلته على باقي الشعوب، يعني بماذا يتميز الشعب المغربي؟ مضياف كريم بالضبط. الشعب المغربي أكتر حاجة بتميزه هي كرم الضيافة. نعم. ودي أنا لمستها بشكل غير طبيعي في كذا مكان، في كذا موقف. حسيت ان انا مش صاحب مكان، ده انا كاني متربي في المكان ده من صغري، من كتر ما انا يعني بيحسسك بالألفة غير طبيعية والله يا ست خديجة. يعني الناس مضيافة بشكل غير طبيعي. بدون اي غرض، بدون مقابل، من غير ما يعرفك، حتى تقديم الخدمة نفسها أو التعاطف من تلقائي منهم، من نفسهم، يعني ما من غير ما أطلب، يعني زي ما حضرتك تقولي من غير ما تكون أنت عايز حاجة إحنا نديلك. نعم. فدي حاجة ما شفتهاش في بلاد العالم بالكامل الحقيقة يعني. وده كرم بالغ. عشان كده كنت بقول لحضرتك في الأول، يعني ده صاحب فضل علي، شعب المغرب صاحب فضل علي. شكرا حقيقة. شكرا، نعتز بهذه الشهادة أستاذ حسام. هل تحتفظ بالأشياء، بالمقتنيات التذكارية؟ لو تصفحنا ألبوم صور ذكرياتك فيما يتعلق بهذه الأشياء، هل هناك تم التذكار لازلت تحتفظ به لحد الآن؟ أنا ما فيش له معزة خاصة مثلا؟ يعني أنا أقدر أحكي إن أنا ما فيش بلد أسافرها من غير ما أجيب منها سوفونير. طبيعي طبيعي. وعندي زي في البيت كده زي لوحة شرف حاطط فيها كل اللي عارفة الماجنتس اللي احنا نحطها على التلاجة دي أو كده، دي عندي يعني مئات منها يعني. إنما ممكن أقول لحضرتك مثلا أنا اشتريت مرة من الصين مركب، اللي هو مركب اللي بيتنفخ ده زي البالوني ده، ما زلت لغاية دلوقتي بستخدمه، ولما كل مرة استخدمه بسترجع ذكريات حلوة للصين. كانت أيام الشباب بقى زمان يعني. أستاذ حسام، أسوأ سفر، أسوأ رحلة؟ هو حضرتك مفيش رحلة لأي حد سافر في الدنيا بتبقى كاملة، ما يعني بيبقى فيها جوانب سلبية وجوانب إيجابية مع بعض. ما أقدرش أقول لحضرتك إن أسوأ رحلة، لأن الحمد لله كل رحلاتي كانت كويسة، استفدت منها ولو شيء بسيط. إنما أقدر أقول لحضرتك إن في مواقف سيئة عدت عليا كتير في أكتر من مكان، يعني يمكن كان آخرها مثلا ضياع باسبوري وحاجتي كلها، كل أوراقي بالكامل وفلوسي
لما كنت في اسبانيا، وده كان موقف صعب جدا يعني. حصل معك مؤخرا على ما اعتقد. طول حوالي 30 سنه سفر ما حصلش مع الموقف ده، وهي في الاخر مشيئه ربنا يعني، ربنا عايز كده. ف ده كان حوالي من 3 اسابيع، وانا الحمد لله بتدارك الموقف دلوقتي، وان شاء الله بجهز ورق تاني جديد، وباذن الله تعالى اكون في المغرب ان شاء الله الشهر القادم اذا ربنا اراد يعني، في شهر اغسطس. مرحبا. انما مرحبا. لو قلت لحضرتك مثلا مواقف عدت عليك، في مواقف كتيره وحشه يعني، هي مش وحشه ومش حلوه يعني، مواقف طريفه نقدر نقول، سرقات بسيطه، حاجات يعني ممكن تمر باي سائح او اي بلد او مسافر، نتيجة طبعا يعني برضو خبرات أكيد أكيد خبرات أكيد. كل ما بيسافر أكتر يعني. أستاذ حسام، أود أن أختم بأحلى سفر وأحلى ذكرياتك في بلد معين. الأحلى 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 يعني، ربما تنتقل أحلى من هذه السفريات. هو الحقيقة أنا أكتر سفر بستمتع به جدا، لأن بحقق فيه كل اللي أنا محتاجه، سواء سياحة أو استجمام أو استرخاء أو شوبينج أو حتى طبيعة، آثار، تاريخ. ده بيحصل معايا الحقيقة في تركيا. أنا زرتها أكتر من 10-12 مرة، في كل مرة بلاقي فيها طعم مختلف. إنما مؤخرا أنا يعني زي ما بتقولي حاجة كده، أنا استكشفت أو اكتشفت المغرب. أنا كنت بنسمع كمصريين زي أي حد في أي بلد في الدنيا، المغرب بلد عادي، بلد سياحي عادي زيه زي اي بلد. انما لما توغلت اكتر، انا رحت المغرب اكتر من 3 مرات، حوالي 3 مرات، وكل مره ليها طعم مختلف، كل مره ليها شكل مختلف، وما زلت الحمد لله او الحقيقه يعني بكتشف في المغرب مره عن الثانيه يعني. بلد انتوا بلد غريبه جدا ما شاء الله يعني، غريبه بمعنى انها جميله جدا. أيوه. مش غريبه انها غريبه مش حلوه او كده، لا بالعكس، بلد اللي يزورها ويتعمق فيها ويتعامل فيها بشكل خاص كده، أو معاملة خاصة، أو يتوغل ويتعامل مع الشعب ويختلط بيه، يكتشف فيها حاجات. المغرب بلد متنوع بشكل واسع جدا حقيقة يعني، وكل ما تتوغلي فيه أكتر كل ما تحبيه أكتر. يعني يمكن نقول إن المغرب هو البلد الذي ربما تفكر أنك تزوره أكثر من مرة، وكل مرة مثلا تفكر أن تقوم برحلة يتبادر إلى ذهنك المغرب مثلا. ممكن. الحقيقة ويعني يكفيني أقول لك إن حضرتك يعني قدوتي ومثلي الأعلى في السفر بالكامل هو في الأصل مغربي، الشيخ الرحالة وأعظمهم ابن بطوطة، واللي أنا والله تعلمت منه حاجة كتير جدا لما قريت الكتاب بتاعه. أنا لسه طبعا ما خلصتوش كله، بس بحاول جهدا أن أنا أخلصه. الراجل ده أثر فيا تأثير بالغ، وما زال بيأثر فيا، وبالأخص مع كل بلد بروحها أو مدينة هو زارها واسترجع كده هو قال إيه عنها. أنا يعني مؤخرا زي ما قلت لحضرتك كنت في أسبانيا، زرت بعض مدن الأندلس، لما شفت الأماكن والحاجات اللي هو وصفها بلسانه في كتابه، حسيت قد إيه إن الراجل ده كان عميق جدا في وصفه، وكان مركز جدا في إنه لما يزور بلد يوصفها بشكل مخالف عن كل اللي ممكن يتقال عنها. ولذلك هو لسه باقي لغاية دلوقتي ومؤثر فينا كلنا. أشكرك جزيلا أستاذ حسام حافظ، صانع محتوى السفر والرحلات عبر بلدان العالم. نورتني حقيقة بهذه التجربة اللي كانت غنية جدا، عبر تذكرنا معك وعبر هذا التقاسم الجميل لبلدان العالم، وشكرا على شهادتك بالنسبة لبلدنا المغرب. شكرا جزيلا أستاذ حسام. أنا اللي بشكر حضرتك جدا، ودي شهادة يعني مستحقة، وأنا ما قلتش أكتر من الحقيقة، وبجد المغرب يستاهل أكتر من كده، وأنا متشكر جدا أن حضرتك سمحت لي بالفرصة العظيمة دي. شكرا. وأتمنى أن أكون قد المسؤولية، وأتمنى أن أكون ما كنتش ضيف تقيل عليكم. أبدا أبدا بالعكس، شكرا جزيلا، نورتنا، وكنتمنى لك كل النجاح والتألق في هوايتك السفرية، وأنك تحقق يعني ما تطمح إليه إن شاء الله في القادم من الأيام. شكرا جزيلا أستاذ حسام. متشكر جدا جدا.